بسم الله الرحمن الرحيم. تقيم جامعة تكريت هذا اليوم مؤتمريها العلميين الخامس للعلوم الإنسانية والسادس للعلوم الصرفة بالتعاون مع منظمة كوبرو التركية على رحاب جامعة تكريت جامعة كل العراقيين. حقيقة هناك الكثير من الجهات الداعمة والراعية لهذا المؤتمر، منها محلية ومنها إقليمية ومنها دولية. ارتأينا أن يكون المؤتمر في داخل أو في رحاب جامعة تكريت، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي حالت دون إمكانية السفر إلى تركيا، حيث كان من المؤمل أن يعقد هذا المؤتمر في إسطنبول، لكن كما قلنا حالت تداعيات كورونا إلى دون الإمكانية السفر إلى إسطنبول لإقامة المؤتمر في تركيا. وهذا المؤتمر فيه الكثير من البحوث العلمية والإنسانية تم تقييمها من قبل لجان علمية تخصصية. الآن هذا اليوم تعقد الجلسة الافتتاحية التي حضرها ممثل وكيل وزارة الزراعة وكذلك الكثير من الضيوف الأكارم من مختلف المؤسسات التعليمية، وسيصار بعد إكمال الجلسة الافتتاحية إلى جلسات علمية في قاعات مخصصة لهذا الغرض فيما يخص البحوث العلمية والبحوث الإنسانية. حقيقة هذا الإنجاز العلمي الكبير في ظل تداعيات هذه الجائحة يسجل لجامعة تكريت التي تحاول أن يكون لها أثر علمي كبير على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وهذا حقيقة أيضا يرفع من رانك الجامعة من خلال الأبحاث التي ستقدم إن شاء الله في هذا المؤتمر الدولي. نتمنى التوفيق للباحثين ونشكر جميع الجهات الراعية والقائمون على المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل عبد الصاعب وبدعم من رئيس جامعة تكريت الدكتور وعد محمود رؤوف، تم افتتاح المؤتمر العلمي العالمي المزدوج بين العلوم الإنسانية والعلوم الصرفة، وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في العراق. يضم هذا المؤتمر 30 دولة، اشتراك 30 دولة عربية وأجنبية، وبحضور بحدود 200 باحث من جميع دول العالم. المؤتمر الرئيسي الأساسي مقره في إسطنبول، القاعة الأولى في إسطنبول والقاعة الثانية في جامعة كريت. ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. الاسم استاذ الدكتور عبد الكريم دهش علي العزاوي، عميد كليه التربيه للعلوم والصرفه، راعيه المؤتمر. نبارك لجامعه تكريت هذا المؤتمر الدولي الذي تقوم بتنظيمه بالشراكه مع مؤسسه كوبرو التركيه. لي فخر كبير أن أتواجد بهذا المؤتمر المبارك بصفتين، الصفة الأولى بكوني عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر، وكوني أيضا منسقة للجهة الراعية للمؤتمر وهي جامعة ديالى كلية العلوم. كذلك الصفة الثانية اللي تواجدي هنا هو كوني منسقة السيمبا في العراق، والسيمبا هو المركز الدولي لرياضة الصرفة والتطبيقية في فرنسا، وهي مؤسسة تابعة لليونسكو تعمل على تطوير البحث العلمي في الدول النامية، لها مشاريع علمية كثيرة ومدارس بحثية و عدة محاور للتعاون العلمي مع الجامعات العراقية. وهذا المؤتمرين جاية نتيجة عقد 8 أشهر متواصلة عمل جهد وجهد متواصل ودؤوب مع مؤسسة كوبرو التركية الرسمية، وعقدنا مؤتمرين هاي بفضل الله لأول مرة في تاريخ الجامعات والمؤتمرات يعقدان مؤتمران دوليان في آن واحد. فانفردت جامعة تكريت بهذا الصرح العلمي اللي إن شاء الله نسدد خطاه اليوم
وبينت بوادره جمعنا بحدود 200 بحث في مستعارات سكوباس وامباكت فاكتور وعالميه، وعندنا دول مشاركه 29 دوله، وشوف الاعلام ما شاء الله 29 دوله راعيه ومشاركه من اوروبا، فرنسا، السويد، الى الشرق الادنى، الشرق الاوسط، جنوب شرق اسيا، الى ماليزيا، الى الدول المجاوره للعراق. بفضل الله ما شاء الله القاعه يعني حتى الزخم خليناهم يخرجون من القاعه اللي تسع هي 800 مقعد، بس حافظنا على لاين بتوين لاين حتى من التخلص من هذا الوباء والجائحه، حفظكم الله وبارك الله فيكم. جزاكم الاسم استاذ مساعد الدكتور غسان عز الدين عارف، نائب رئيس كل المؤتمرين ورئيس الجلسه الافتتاحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. برعايه مباشره من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم، وباشراف مباشر من لدن رئيس جامعه كريت الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف المحترم، تقيم اليوم جامعه كريت وبالتعاون مع مؤسسه كوبرو التركيه مؤتمريها العلميين، المؤتمر للعلوم الإنسانية والمؤتمر العلمي للعلوم الصرفة. هذا المؤتمر مشترك طبعا بوجود قاعتين، قاعة في جامعة كريت وقاعة ثانية في مقرها اسطنبول. يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 30 دولة موزعة، طبعا عدد الباحثين الذين شاركوا في هذين المؤتمرين وصل إلى أكثر من 200 باحث. هذا المؤتمر هو الأول والنوع الذي تقيمه جامعة كريت، ويعد باكورة خير إن شاء الله بعد هذه الأحداث التي يعيشها العالم ولا سيما العراق المتمثل بجائحة حتى كورونا. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، يعني سيكون هذا المؤتمر فاتحة خير لما يخص التعليم في عموم العراق.